السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولدي من خلال اعزائي الكرام راح اشارك معكم اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري، اين رسميا قضية المنتخب الوطني الجزائري وشكايته للفيفا من اجل قسمة رسميا وصلت للعالمية. منذ ساعتين اعزائي الكرام بدأ الاعلام العالمي تصله يعني ذلك الضغط الرهيب من الجماهير الجزائرية من الهاشتاغات التي تداولتها الجماهير الجزائرية. يعني الجماهير الجزائرية حاليا نجحت بفعلتها، وننتظر القرار الرسمي من الفيفا، ألا وإنه يعني رانا عارفين باللي أنه ما راحش تعاد المباراة، ولكن على الأقل على الأقل نفضحوا كل يعني الكواليس. بغينا نفضحوا قساما، نفضحوا الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحتى يعني أعزائي الكرام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللي عملوا مهزلة ضد المنتخب الجزائري هنا في ملعب مصطفى تشاكل. كذلك راح نشارك معكم كيف كان تصريح الفيفا، ومن بعدها سنمر إلى أخبار مختلفة. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا كبداية خليني أشارك معكم أعزائي الكرام كيف كانت حصرة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، والذين هم بأكملهم تلقوا صدمة أعزائي الكرام وصعيبة بزاف، وراح تاخذ وقت كبير جدا بعد تخرج من لاعبي المنتخب الجزائري. نبدأ ب يعني الصديقين اللذان يلعبان مع نادي نيس الفرنسي كل من هشام بوداوي وكذلك يوسف عطار. صرح المدرب الخاص بنادي نيس الفرنسي يعني غالتي قائلا: تابعت مباراة الجزائر بانتباه، اللاعبون هم أكثر المتأثرين هذا الصباح، كانوا محطمين بعض الشيء بعد وصولهم إلى نادي نيس، مع تقدم الجلسات التدريبية عادت بسمتهما تدريجيا. بالنسبة لعيسى ماندي أكد في حساباته السوشيال ميديا قائلا: إلى الشعب الجزائري، بعد هذا الوقت الصعب والقاسي وقبل أن أبتعد قليلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، أريد أن أشكركم على جميع رسائلكم على الدعم والتشجيع. حزين جدا على عدم قدرتنا على جعلكم سعداء وعلى فشلنا في تحقيق هدفنا رغم كل المحاولات، هي خيبة أمل كبيرة جدا بعدما بعدم المشاركة في المونديال. جميعنا محبطين ومرهقين، ومن الصعب جدا تقبل ذلك، لكن يجب أن نبقى متحدين مثل السنوات التي مضت. بعد هذه الخيبة يجب علينا التفكير وتحليل هذه الوضعية قبل التفكير في المستقبل. المنتخب الجزائري سينهض ككل مرة، لأن هذا الشعب يستحق ذلك، وتحيا الجزائر. يعني لاعبي المنتخب الجزائري بصفة عامة يعني عاشوا دوامة من الصدمة. بالنسبة لحسين بن عياد قائلا: أنا في كابوس، آسف أيها الجمهور الجزائري الرائع على الخسارة أمام المنتخب الكاميروني، كانت قاسية جدا ومن الصعب تقبلها، شكرا لكم جميعا، حقا أنتم أعظم شعب، شكرا على دعمكم ووقوفكم معنا في الربح والخسارة. أريد أن أشكركم وأشكر كذلك الكوتش جمال ماضي صانع الإنجاز والإعجاز، وجميع اللاعبين الذين على وجودهم والأداء الذين قدموه خلال هذه التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022. أقولها لهم، أنا فخور أنني لعبت معهم وسنعود أكثر بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله هذا ما نتمناه شخصيا، وصراحة اللاعبين يعني نفسيتهم سيئة جدا حاليا. بالنسبة للفيفا كيف كان ردة فعلها أعزائي الكرام بعدما تفوق المنتخب الكاميروني على المنتخب الجزائري بالكولوسة وبظلم تحكيمي فاضح؟ صرحوا قائلين وغير مكترثين بالمنتخب الجزائري في مقال لهم في الموقع الرسمي قائلين: الكاميرون تحقق الحلم بعد إثارة وتشويق كبيرين، بعد مباراة تاريخية استطاع المنتخب الكاميروني أن يحقق الفوز في البوليدة أمام صاحبة الأرض الجزائر بفضل هدف سجله يعني كارل كوكو إيكامبي في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، وكان محاربو الصحراء يعتقدون بعد فوزهم في مباراة الذهاب بفضل هدف إسلام سليماني أنهم حققوا الأصعب عقب رأسية أحمد طوبة التي منحتهم التعادل في الدقيقة 118، غير أن إصرار روبرت سونغ الذي وقع على بداية موقفه رفقة الأسود كان له الكلمة والفضل بتأهيل الكاميرون للعرس العالمي للمرة الثامنة في تاريخها، وهو رقم قياسي على مستوى القارة السمراء، وبالمقابل قد يضع هذا الإخفاق الجديد للمنتخب الجزائري بعد أن غادر كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من الدور الأول بشكل غير مشرف، حدا لمسيرة الكوتش جمال ماضي رفقة كتيبة الصحراء والخضراء. يعني راح يقولوا أعزائي الكرام بلي أنه هذه الخسارة راح تضع حدا للكوتش جمال ماضي مع المنتخب الجزائري، ويعني قالوا بلي أنه كفاءة روبرت سونغ هي التي جعلت المنتخب الكاميروني يتفوق على المنتخب الجزائري. صراحة الفيفا ضد المنتخب الجزائري وشفناها في العديد من المناسبات، الكاف نفس الشيء،
الكاف نفس الشيء. علاش راني نقول هذه الاشياء؟ لانه سابقا جوشوا بوندو احتجينا عليه وشفنا الفيفا اخترتنا لهذه المباراه، علما باللي انه كانت كاينه هنالك تقرير من الاتحاد الجزائري مبعوث في طاوله الفيفا باللي انه هذا الحكم ما نزيدوش نشوفوه في المباريات الخاصه بنا. اولا شفنا ظلم كبير اعزائي الكرام، عينونا جوشوا بوندو، يعني الفيفا تكرهنا من الاخر، بينما الكاف احتجينا ضد الكاف باه تغيرنا، جوشوا بوندو رفضتنا. يعني من كلتا الجهتين ما يبغوناش وما باغيناش نتأهلوا، بالرغم من أن تصريحات باتريك موتسيبي وكذلك انفانتينو سابقا في اعلام قالوا باغيين نشوفوا المنتخب الجزائري في المونديال. ولاش راك تكذبوا؟ اذا باغيين تشوفونا في المونديال على الاقل عينوا لنا حكام ذو نزاهه. راكم عارفين باللي جوشوا بوندو ضد المنتخب الجزائري وقسمه، علاش عينتوهم لنا؟ انتم تكذبوا ولكن في الاعلام تبانوا ناس مناح وتبانون اقنعه تخدعون بها الجمهور. صراحه هذا عار على الفيفا والكاف بمثل هذه التصرفات. والان يقول لك باللي انه هذه المباراه ستضع حد للكوتش جمال الماضي وان روجبرتسونغ هو اللي فاز وباصراراته وايضا كفاءاته. وين الكفاءه؟ الحكم يعني كان ضد المنتخب الجزائري، انتم تسترتوا على هذه النقطه. على كل حال الحمد لله الجماهير الجزائريه دارت اليد في اليد ويعني حملت حمله كبيره، ونشكركم صراحه كل من ساهم في الحمله، نشكرك وتحية عليك صراحه، فيف عليك. طبعا هذه الحمله كان عندها ضغط رهيب، اولا ضغطنا على الاتحاد الجزائري بها يحتج، الاتحاد الجزائري احتج بالرغم من انه ذلك الاحتجاج كان ناقص نوعا ما، ولكن على الاقل دير نجاس. وحاليا اصبحت هذه القضيه مش قضيه وطن، مش قضيه الجزائر فقط، بل الاعلام العالمي كله تداول هذه القضيه. منذ ساعتين فقط اعزائي الكرام انتشر هذا التصريح اللي راني نقوله لكم، يعني ليله امس وصباح هذا اليوم ولا واحد كان يتكلم، ولكن اليوم راح اشارك معكم الدليل اعزائي الكرام باش تفهموا. عندنا البي بي سي سبورت صرحت قائله اعزائي الكرام تطلب الجزائر يعني في المباراه الفاصله لكاس العالم ان تعاد، وطلب الاتحاد الجزائري لكره القدم اعاده مباراه الاياب، والسبب قسمه. طبعا عندنا هذا الموقع الاول. الموقع الثاني عندنا ياهو سبورت صرح قائلا تناشد الجزائر الفيفا في مباراه في اعاده مباراه الملحق كاس العالم ضد الكاميرون بسبب التحكيم. وشاركوا معنا جميع النقاط الخاصه بالتحكيم الذي كان سيء. يعني احنا لو كان حتى ما يعطوناش الحق نتاعنا على الاقل نفضحوكم، نفضحوكم. طبعا عندنا هذا الموقع الظاهر امامكم مانيش عارف اجنبي، صرح قائلا تناشد الجزائر الفيفا في المباراه يعني العوده في المباراه الفاصله بين الجزائر والكاميرون من اجل اعادتها بسبب التحكيم. عندنا موقع اخر اعزائي الكرام يعني افريكان نيوز صرحوا قائلين الجزائر تطلب اعاده المباراه ضد الكاميرون، وطبعا التقرير كان مطول في جميع التفاصيل، هاوين يعني كانت عندنا لمسه يد، وهاوين يعني حرمونا من ضربه جزاء، يعني كل شيء كان بالتفصيل. عندنا الموقع الموالي اعزائي الكرام الجزيره صرحت قائلة قدم الاتحاد الجزائري شكوى بشأن الهزيمة في تصفيات كأس العالم، القضية أصبحت عالمية بطبيعة الحال. عندنا موقع جول العالمي قائلا الجزائر تطلب إعادة مباراة الفاصلة لكأس العالم ضد الكاميرون بسبب التحكيم الفاضح وبالدلائل اعزائي الكرام. اما بالنسبه للموقع الموالي اعزائي الكرام عندنا بيان سبورت، حاجه باينه بيان سبورت كانت من الاوائل اللي شاركت معنا الخبر، قائلين الجزائر تريد اعاده مباراتها ضد الكاميرون، وعندنا جميع الادله. عندنا موقع اجنبي اخر قائلا بعد تقديم استئناف لدى الفيفا استقاله رئيس الاتحاد الجزائري، وطبعا شاركوا معنا كيفاش الاتحاد الجزائري يعني قدم استئناف هذه المباراه واعادتها. نفس الموقع بيان سبورت اكد قائلا اعزائي الكرام كما تشاهدون لانهم يريدون يعني اعاده المباراه بين الجزائر والكاميرون. وكذلك عدنا مواقع اخرى كثيره كما تشاهدون سي نيوز قائلين ايضا في عنوانهم طلبت الجزائر من الفيفا اعاده مباراتها الفاصله ضد الكاميرون، والاسباب شرحوها في المقال الخاص بهم الا وهو التحكيم الذي شوه المباراه. عدنا اليورو سبورت قائلين الجزائر تناشد الفيفا لخوض مباراه الفاصله لكاس العالم ضد الكاميرون ان تعاد بسبب قرارات التحكيميه الفاضحه، ونحن فضحناكم، وتحيا الجمهور الجزائري والشعب الجزائري وكل من قاد هذه الحملة ومن شارك في هذه الحملة. مواقع أخرى كثيرة كما تشاهدون هذا الموقع الظاهر أمامكم، الجزائر تطالب إعادة مباراتها بسبب التحكيم الفاضح ضد الكاميرون، وست فرانس نفس الشيء قائلين الجزائر تطلب رسميا إعادة مباراتها ضد الكاميرون من الفيفا. وعدنا بدل هذه المواقع مواقع أخرى كثيرة كما تشاهدون ار تي ال انفو، فوت ميركاتو العالمي واللي عنده يعني شعبية كبيرة هو أيضا تطرق إلى هذه النقطة. عدنا يعني موقع 360 وكذلك عدنا لو باريزيان والكثير من المواقع الأخرى. هذا فقط اختصار، وشكرا للجمهور الجزائري وشكرا لكل من يعني دعم بهذه الهاشتاغات.
طبعا أعزائي الكرام، هذه الهاشتاغات لمن كان يستهزئ بها، ها هو وصلنا هذه القضية لكي تصبح قضية عالمية. شوف، متأكد بشكل كبير جدا ما راحش تعاد المباراة إلا في حالة واحدة، قسما يعترف ويقول باللي خديت رشوة، ويعني يكون فيها صور وفيديوهات ومقاطع صوتية، وهذا الشيء ما كانش لحد الآن. الاتحاد الجزائري كي وضع الملف الخاص به لدى طاولة الفيفا كان فيه احتجاج ضد الحكم، هذه هي الحاجة اللي هبلتني. ولكن يعني كي تأكدنا باللي أنه ما راحش يعني يعودوا المباراة، على الأقل نفضحوهم ونوصلوها وين بغاو يوصلوا. طبعا كان هذا فيديو اليوم، وإن شاء الله هذا الفيديو نوعا ما يطلع على المورال تاع الجمهور الجزائري، لأنه مثلهم مثل اللاعبين المنتخب الجزائري يشعرون بخيبة أمل كبيرة جدا. سلام.